بحضرة ذوي الشهداء، بحضرة الأسرى وذوي الأسرى. أن تقف في حضرة الأفضل والأخير والأنبل والأكرم في هذا الشعب، في فئات الشعب الفلسطيني. التحية نوجهها جميعا. كل من أتى إلى جامعة بير زيت جاء طوعا وحبا لهذه الفئة الطاهرة، جاء حبا وامتنانا لهذا الجيل العظيم، جئنا حبا للأسرى المدربين عن الطعام. التحية، كل التحية لمن يواجهون القيد بنضالهم، بجهادهم، بكلامهم، بأمعائهم. اعتاد أبناء شعبنا الفلسطيني مقاومة المحتل بكافة الأساليب، وهنا اليوم في جامعة بير زيت طلبة بير زيت يقاومون الاحتلال بالمضي على خطى الشهداء، بتطبيق وصايا الشهداء، بالوقوف مع المعرفة، مع العلم، مع الأسرى، مع المقاومة. طلبة بير زيت حملوا اليوم جملة رهيبة، وخطاك أنبل ما يكون، فما أنبل من السير على خطى الشهداء والأسرى. كما حملوا عبارة طابت جنين بما أنجبت، وأقول طابت شعفاط بما أنجبت، وطابت فلسطين بمن أنجبت. طبتم يا طلبة جامعة بير زيت، ويا أهالي الشهداء، ويا أهالي الأسرى. نحن اليوم جميعا لنقف مساندة مع الأسرى المضربين عن الطعام، لنقف مساندة مع كل ظاهرة مقاومة في هذا الوطن. نحن مع شعفاط بما تواجه فلسطين من شمالها لجنوبها، على اتساع أرضها اليوم تقف وراء كل ظاهرة نبيلة، وراء كل حر شريف في هذا الوطن. التحية، كل التحية لمن وقف اليوم ليقول نعم لاحتضان النهج المقاوم، نعم لاحتضان الظواهر، نعم لدعم الأسرى ودعم الشهداء، ونعم لتكثيف والسير على خطى الشهداء بالوحدة الوطنية، بهذه الوجوه، بهذه الرايات التي اجتمعت معا لتقول كلنا جميعا بكل أطيافنا وألواننا وأفكارنا، كلنا مع فلسطين واحدة موحدة، مع نهج المقاومة والسير على خطى البهاء وخطى عدي وخطى كل حر شريف في هذا الوطن. السلام عليكم. يا أيها الأسرى، بوجه عدوكم إلقوا الطعام واسترشقوا العزة دائما بصمودكم، وليخسأ المحتل طول زمانية أمعاءكم وأنحاط فيها الكرامة ليس شيئا ثانيا. باسمي من في ظلم الليل سار شمسة، باسمي سدادات أيادي الاشتباك وهي تدرك أجهرتها، باسمي مسدس في وجه العدو كان صارخا القدس حاضرة، باسم الأشرف والأطهر والأنقى منا جميعا، باسم شهدائنا وأهاليهم الحاضرين دائما في عقولنا، 30 رفيقا خاضوا اضطرابا عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري، واقفين بعز شروعا تحترق لتنير درب الحرية. فلنا رفاقا يأكل السجن من أعمارهم، وفي كل اعتقال انتماء يتجدد لجبهة رافضة للذل المستعار. فسلام منا لأجساد سلبت هاماتها كالرماح ولم تتعب، سلام لأسران البواسل وعلى راسهم أسد رامي المقنع الأسير البطل الفدائي ناصر أبو حميد. لكم أسرانا تحية إجلال وفخر، ونخص بالذكر أسرانا المدربين عن الطعام، ومن كانوا بينما هنا بالأمس
من كانوا بيننا هنا بالأمس في ساحات الجامعة زملائكم في القطب الطلابي الذين لم يتوانوا لحظة في عملهم النكبي والوطني. الأسير البطل محمد فكهاء والأسير البطل تامر حجوج والأسير البطل أحمد الخروف والأسير البطل زيد الخديمي والأسير البطل باسل مزهر. أنا الآن بين جموع الرفاق أشد لقبضتهم قبضتي. أنا الآن أشعر أني قوي وأني سأهزم سنسانتي. ها هي الوحدة الحقيقية. هناك في الميدان 20 بطلا من أسرانا ينضمون الآن للرفاق في معركتهم، مؤكدين أن لا خضوع ولا ركوع للسجن ولا السجان. فلكم منا تحية عز ومجد. أسرانا الذين خاطوا المعركة بجانب رفاقهم، ونخص بالذكر من خرج من عتمات السماسين ومن عتمات العز الفرادي تنين جنين وتنين فلسطين، الأسير البطل زكريا السبيدي الذي أعلن انضمامه بيتابع الطعام إسنادا لرفاقنا. فالحرية كل الحرية للأسرى. طوبى لأمعاكم الخاوية. المجد كل المجد للمقاومة بشهدائها وجرحاها. وإنما حتما ملتقين حتما ملتقين حتما ملتقين في ربوع القدس. شد الجوع بأمعاك تصنع تاريخ، شد الجوع بأمعاك تصنع تاريخ، وكل آه بتطلع منك تقدح صواريخ، كل آه بتطلع منك تقدح صواريخ. وقالوا يا رفيق استسلم بكرة بتموت، قالوا يا رفيق استسلم بكرة بتموت، وقال نموت وما نركع هاتوا التابوت، قال نموت وما نركع هاتوا التابوت. وتحيتنا عالية وللأمعاء الخاوية، للأمعاء الخاوية، وتحيتنا بحرارة، تحيتنا بحرارة، وللأمعاء الجبارة، للأمعاء الجبارة. وشيلوا يا رفاقي شيلوا، شيلوا يا رفاقي شيلوا، وباب السجن لنشيلوا، باب السجن لنشيلوا. ويا أسير سير سير، يا أسير سير سير، واحنا وراك للتحرير، واحنا وراك للتحرير. وهي عودي عاشعفات، هي عودي عاشعفات، وهي عودي عاشعفات، هي عودي عاشعفات. وخبط عراس الضباط، خبط عراس الضباط، وخبط عراس الضباط، خبط عراس الضباط. وعنا عارين الأسود، عنا عارين الأسود، وعنا عارين الأسود، عنا عارين الأسود. وتخبط عراس الجنود، تخبط عراس الجنود، وتخبط عراس الجنود، تخبط عراس الجنود. يوم ما مواسير المي، يوم ما مواسير المي، تحت الأرض مدوها، تحت الأرض مدوها، زينة شباب فلسطين، زينة شباب فلسطين، على السجن ودوها، على السجن ودوها، وعلي عميم علي عمام، علي عميم علي عمام، تسقط حلول السلام، تسقط حلول السلام. يا بابي العينين والكفين إن الليل زائل، لا غرفة التوقيف باقية ولا زرد السلاسل. وردنا الآن من رفاقنا في قلاع الأسر عن تعليقهم لخطوة الإضراب المفتوحة عن الطعام. فها هم ينتصرون بصمودهم وبفضلهم نعيش. هم قلعتنا الشامخة. زملاؤنا الطلبة، ندعوكم لحضور المؤتمر الصحفي في خيمة التضامن في مركز البير الثقافي اليوم الساعة 3:30. حضوركم واجب وطني.
وحرية حرية 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 ولا أسرانا الحرية لا أسرانا الحرية واطلع يا قمرنا وطل واطلع يا قمرنا وطل وضوي الكورة الأرضية ضوي الكورة الأرضية ومخلقنا تنعيش بذل مخلقنا تنعيش بذل وخلقنا نعيش بحرية خلقنا نعيش بحرية وحريتنا على طول حريتنا على طول وحتى الاحتلال يزول حتى الاحتلال يزول تحية للكاتبة في جنين الحبيبة في جنين الحبيبة من عفر لماجدة باب السجن لمهدة من الحدود لا الحدود وعلم عليهم محمود من القدس لا طبرية علم عليهم زكريا يا أبناء جامعة الشهداء يا طلاب جامعة الأسرى والجرحى ها نحن نقف اليوم يدا بيد في كل وقفة وطنية وعرف وطني نجدد العهد ونعلن القسم بأن نكون الأوفياء لدماء الشهداء يا جامعتنا جامعة ميرزاي جامعة العياشة وزكريا السجادي نحن كأبناء حركات الطلابية نقف اليوم مع أسرانا أبطال الأمعاء الكاوية المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال قالوا الكبار يموتون والصغار ينسون لا والله ما نسينا فعليم الأسود اسم أصبح يرعب قطعان المستوطنين وجهاز الشباب لدى الاحتلال تحيتنا إلى أسرانا المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال تحيتنا إلى أهلنا في مخيم جعفر تحيتنا إلى عرين الأسود في نابلس وسرايا القدس في جنين تحيتنا إلى تلك البنادق الموجعة التي تعرف فقط لا تعرف لغة الحوار بل تعرف لغة البطرفية وصرخة من عمق الضمير صرخة من عمق الضمير وصرخة من عمق الضمير صرخة من عمق الضمير وتضامن مع الأسير تضامن مع الأسير وقالوا يا فداء استسلم بكرة بتموت قالوا يا فداء استسلم بكرة بتموت وقال نموت وما نركع هات التابوت قال نموت وما نركع هات التابوت ست دروب بصمت بارودة ست دروب بصمت بارودة ثورة شعب في كل مكان ثورة شعب في كل مكان ثورة شعبي على الكيان ثورة شعبي على الكيان ثورة شعبي على السجان ثورة شعبي على السجان وهي يلا وهي يلا وهي يلا وهي يلا وهي الأسرى مش حي يلا وهي الأسرى مش حي يلا وارفع ايدك وعليه وارفع ايدك وعليه الموت ولا المذلة الموت ولا المذلة وتحيتنا عالية تحيتنا عالية للأمعاء الخاوية للأمعاء الخاوية وتحيتنا بحرارة تحيتنا بحرارة وللأمعاء الجبارة للأمعاء الجبارة ويا أسير بإجرك دوس يا أسير بإجرك دوس وراس الخاين والجاسوس راس الخاين والجاسوس ويلي بتضرب على الرشاش يلي بتضرب على الرشاش وصوب على الخامسمية صوب على الخامسمية وإيد بتخلع جواسيس إيد بتخلع جواسيس وإيد بتزرع حرية إيد بتزرع حرية طلاب جامعة الشهداء أبناء وطننا الحبيب في البداية نهنئ أسرانا الإداريين الذين انتصروا على قيدهم وانتصروا على سجانهم وأثبتوا أن القضبان الحديدية تصدأ وأن الكلبشات والقيود تحترق بالأمعاء الخاوية وبالهمم العالية وبالهامات التي لا تنحني للسجان
ثانيا نمر على وجع من أوجاع وطننا الحبيب، نمر على جرح غائر وعلى ألم فينا، نمر على ظلم في زنازين القريب قبل البعيد، لنستذكر زميلنا عضو مؤتمر مجلس الطلبة الطالب قسام حمايل المختطف في سجون الأجهزة الأمنية ظلما لما يزيد على 105 أيام. قسام حمايل المحروم من إنهاء فصله الدراسي الثاني والممنوع من التسجيل في فصله الصيفي، وربما يستمر الصلف والظلم للأسف لكي يحرم من فصله الأول ونحن على بداياته. قسام وجميع المعتقلين السياسيين يضطرون في زنازين البلاد للإضراب عن الطعام كما يضرب الأسير الإداري في زنازين المحتل، غير أن هذا الإضراب إضراب ممنوع من الملح، إضراب تعامل عليه بأن على أنك مجرم بدون حقوق، على أنك جنائي يسلب كل ما لديك، وتضطر المؤسسات الدولية لكي تتدخل من أجل إدخال ملابسك أو السماح بالاستحمام. زميلكم قسام حسب ما نقل أهله ونقل المحامين بعد أكثر من 15 يوم من الإضراب هزيل الجسد يصاب بنزيف يتعرض للدوخان المستمر. قسام فقد الكثير من وزنه. قسام حمايل منع من الاستحمام لتسع أيام برفقة 5 من المعتقلين السياسيين، حرم من الملح الذي يحفظ الأمعاء من التآكل والتعفن. قسام حمايل يدخل له كنينتين من الماء برفقة 5 من المعتقلين المضربين عن الطعام كافة اليوم، في كل يوم كنينتين من الماء، ويساوم على الدخول إلى المرحاض في فعل لم يقوم الاحتلال بفعله من قبل. لا تنسوا قسام، لا تنسوا زملاء لكم يموتون تحت سياط الظلم في كل يوم، فعلوا قضيتهم والتفوا حولهم، فاليوم قسام وغدا أنا وأنت إن لم نقف معه. بوركتم على حضوركم، بورك أهالي الأسرى والشهداء، ونرجو منكم ألا تنسوا زميلكم قسام. Thank you.